هل تجد صعوبة كصاحب عمل تجاري صغير من التأكد أن عمليات الشراء أو تسكير الحجز أو الترويج تصل بالفعل إلى عملائك؟ إليك حيلة بسيطة. التسويق عبر الرسائل القصيرة هو أحد المكونات الأساسية لأي عمل، لذلك في هذا الفيديو سوف تكتشف كيفية اختيار البرامج التسويقية عبر الرسائل القصيرة المناسبة لعملك لكي تساعدك على تحقيق أهدافك. تكون برامج التسويق عبر الرسائل القصيرة على شكل منصات تستخدم لإنشاء وإرسال الرسائل القصيرة لقوائم مخصصة من أرقام الهواتف. والشيء الواجب تذكره هنا هو أنه كما يجب أن تمتلك البرنامج اللازم لإرسال الرسائل، فإنك أيضا بحاجة إلى عملاء متجاوبين تم اختيارهم لاستلام تلك الرسائل. لذلك دعنا نلقي نظرة على الخمسة أنواع المختلفة للتسويق عبر الرسائل القصيرة. هذا النوع من الرسائل الترويجية ترسل مباشرة إلى العملاء لإخبارهم عن الصفقات أو التصريحات أو العروض الخاصة أو إطلاق خدمات جديدة للمنتجات أو الخصومات. إذا تم صياغتها بشكل جيد وفي توقيت صحيح، فإن هذا النوع من الرسائل القصيرة يمكن أن تخلق مستوى عالي من حس الاستعجال لدى العملاء. من منا لا يستمتع بولاء العملاء لعلامته التجارية؟ كأحد أصحاب المشاريع الصغيرة فإنك بحاجة إلى تصميم برامج تحث العملاء على الولاء للعلامة التجارية. 26 قطعة فقط متبقية وستنفذ بسرعة. كم مرة رأيت مثل هذه الرسائل على مواقع التجارة الإلكترونية؟ يخلق هذا النوع حس من الاستعجال لدى عملائك، حيث أن 26 قطعة وبسرعة تعني أنه على عملائك أيضا أن يقرروا بسرعة إذا ما كانوا يريدون الشراء حقا أم لا. غالبا ما ترسل القسائم الشرائية بواسطة خدمات الرسائل متعددة الوسائط والتي تعرف أيضا بـ MMS. هذه الرسائل مفيدة لمشروعك حيث أنها تحتوي على الصور والفيديوهات وتمكنك من مشاركة الرسائل الترويجية والخصومات مع عملائك. من تحديثات المعاملات المالية إلى الرسائل التذكيرية لمواعيدك الطبية، يمكنك إرسال أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات بواسطة الرسائل القصيرة. لذا كصاحب عمل تجاري يمكنك أيضا إرسال تحديثات قياسية لعملائك بخصوص ساعات العمل أو الأيام والمناسبات الخاصة أو وصول منتجات أو خدمات جديدة أو تنبيهات إعادة التعبئة أو التحديثات الطارئة. والآن دعنا نرى كيف يمكن للتسويق عبر الرسائل القصيرة أن يساعد مؤسستك. مع كون الرسائل النصية القصيرة متفوقة على أي قناة تسويقية أخرى بأعلى معدل فتح، فسوف تتمكن من جذب العديد من العملاء الذين يقومون حقا بالقراءة والتفاعل والارتباط بعملك التجاري. تخيل إرسال إيميل ورسالة نصية لعملاء، كل منهما سوف يتم قراءته بالتأكيد، ومع ذلك فإن احتمالية تفاعل عملائك مع كل منهما تختلف بشكل كبير. فالعميل يحمل دائما الهاتف في يديه، لذلك فإنه إذا استلم إشعار برسالة نصية ففي الغالب سوف يقوم بفتحها وقراءتها على الفور بسهولة وسرعة. تسمح لك الرسائل النصية بخلق علاقة شخصية أعمق مع عملائك طالما أنهم يتفاعلون مع مؤسستك. مع خدمة الرسائل النصية القصيرة فإنه يمكنك تحقيق الوعي بعلامتك التجارية، كما ستساعد عملك التجاري أن يبقى عالقا في أذهانهم. مع خدمة الرسائل القصيرة يمكنك بناء مكانة لعلامتك التجارية وتجميع قاعدة عملاء وفية لها. فبفضل الرسائل النصية المصدقة يمكنك أن تتفاعل بشكل مباشر مع عملائك والمساعدة في البقاء على ولائهم لك. فرسالة نصية بسيطة تحتوي على رابط استبيان يمكن أن تساعدك في جمع العديد من المعلومات عن تجربة العملاء ومتطلباتهم وطريقة تفكيرهم وطرق التفاعل الخاصة به. الآن وأنت تعرف كل المعلومات الضرورية عن برامج التسويق عبر الرسائل النصية، استفد من التجربة المجانية لمنصة SMS Country لإطلاق حملتك التسويقية القادمة. فالمنصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير، والأهم أنه يمكنها مساعدتك في مضاعفة مبيعاتك وإيرادات. فبمجرد إنشاء حساب سوف يتم منحك رصيد مجاني لبدء إرسال الرسائل النصية لعملائك. قم بزيارة موقعنا لمعرفة المزيد.